el calentamiento Iván se encontraba un poquito mal y ربما شعر إيفان ببعض المشاكل و أعلموني أن أدخل. هل كان بإمكانكم أن تغير العقلية والدخول في آخر لحظة؟ نحن مركزون منذ البداية، يجب أن تكون في أجواء المباراة إذا حدثت هذه الأشياء. في الشوط الثاني ماذا تغير بالنسبة لإشبيليا؟ أعتقد أننا ضغطنا عاليا أكثر وخلقنا فرص أكثر، ودائما كنا نضغط بقوة. والهدف الذي سجلته، هل شيء كنتم قد تدربتم عليه؟ نحن دائما ندرس الخصم ونحاول إيجاد مكامن القوة والضعف، ودخلت الكرة. وهل أنا سعيد جدا بهذا الهدف. كيف ترى مباراة الإياب بعد هذه النتيجة؟ نعرف أن الأمور ستكون صعبة، ويجب علينا أن نعمل بقوة أكثر، وسنرى ما سيحدث، ولكن أعتقد أننا سنذهب بنفس الرغبة والالتزام.